من جديد تحية لكل يلي عم يتابعونا بحلقة اليوم، ورح نبلش حلقتنا ببسمة. بنعرف انه البسمة قد ممكن تغير بحياة الكتار انطلاقا من حياتنا الصغيرة وصولا للأمور الكبيرة. يعتبر العمل الاجتماعي والتنموي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة بالنهوض بمكانة المجتمعات بعصرنا الحالي، وهو عم يكتسب أهمية متزايدة يوم بعد يوم كونه عم بحقق التقدم ويخفف العبء عن كاهل الحكومة. من هون كانت جمعية بسمة الاسم على مسمى، وعن هالجمعية وأهم إنجازاتها على الأرض ومشاريعها المقبلة بنستقبل الناشطة الاجتماعية بالجمعية ألن الخوري. أهلا وسهلا فيك. مرسي. شو حلو اسمكم بالأول، ومنحس اسم على مسمى لأن أدي عم تقدروا تدخلوا البسمة لما بعرف وجوه كتار بلبنان. خبرينا شوي عن الجمعية بالأول. بسمة تأسست بال2002 من قبل فريق من الشباب المتطوعين اللي حبوا يغيروا المجتمع، فقرروا يساعدوا العيال المحتاجة اللبنانية، لأنه مثل ما بتعرفي المجتمع مكون من عائلات، والعائلات السليمة هي اللي بتخلي المجتمع يتحسن ويصير أسلم. فاشتغلوا على العيال الفقيرة اللبنانية على خطة عمل تتصير كل عائلة مؤهلة واقفة على إجريها على الصعيد الاقتصادي والمعنوي والنفسي. وانطلقت بسمة، صرنا 14 سنة عمل على الأرض، كل سنة منساعد 200 عائلة جديدة. عائلة بسمة صارت كتير كبيرة، كتير حلو بس عم نشوف هالعيال يلي من 2002 لهلأ تأهلت، قصص نجاح. عنا أولاد صاروا بالجامعات عم بحققوا أحلامهم، عيال بيات وأمات لقيوا أشغال، صار المستوى تبعهم كتير أحسن، كلها قصص نجاح. شو حلو شو حلو. يمكن كمان الكاميرا فيها تفرجي الأمور. نعم. بشكل أوضح، فعنا هيك لقطات وكتير من المعلومات منتبعها نحن والمشاهدين من خلال هالتحليل. شوي عن المنطقة يلي فيها بيت الياس وسلوى، البيت يلي رممته بسمة بهالسنة بال 2016. المنطقة هي النبعة، منطقة فيها كل أنواع المخاطر، ومنطقة فيها انحرافات، فيها خطر، الأولاد على الطرقات، في أولاد منهم بمدارس، فيها كتير يعني إهمال، البلدية مش متابعتها كتير، ما في نظافة، في جرادين على الطريق، صراصير، هيدا كمان عم بخلي أوضاع البيوت كتير صعبة. كنا قاعدين بالبيت عم ناكل، دق علي الباب ناس قالوا من جمعية بسمة بده يظبطوا لنا البيت، بيتنا كثير بده تظبيط، ما فيش خزان مطبخ ولا في صوفيات ولا في تخوتي للاولاد، وبده تظبيط، بدنا براد، بدنا غاز فرن، بدنا غساله، بدنا كرسي حمام. صرت اشرح لهم الوضع، قالوا لي بنظبط لك اياه، بتوافق؟ قلت له طبعا، كن ممنونين كن أنا. رسالتنا بجمعية بسمة أنه نرسم البسمات على وجوه الناس وبالأخص العيال المحتاجة يلي هي بحاجة لكل شيء،
نحن بضمن عملنا عندنا برامج عديده من البرنامج الغذائي الطبي التربوي واهم شيء ترميم البيوت ومكتب التوظيف. ترميم البيوت بنساعد العائلات خلال السنه بتجهيز البيوت، بس مره بالسنه بنرمم بيت بكامله، يعني من ابسط الامور لنوصل لفرش البيت، لانه بنآمن انه من ابسط حقوق الانسان انه يعيش بكرامه تحت سقف وب يعني الاقل الاشياء المتوفره له اللي نحن بنعتبرها بعائلتنا كانه شيء عادي. جمعيه بسمه بشتغل كثير، وقت اجوا زبطونا البيت وهيك كان قبل فوضى على الاخير هيك. مجوز عندي 5 اولاد، بيبي صغير ما عندهش تخت بتنام على الصوفا، شافوا ما عندها تخت جابوا لها تخت، انبسطت كثير بالتخت بتنام بالتخت، والاولاد بناموا على الطوطي يعني صاروا. كل سنه بنختار بيت بمنطقه معينه، وهالسنه كان بيت بالنبعه، بيت ياسو وسلوى اللي عندهم 5 اولاد كثير صغار عندهم بيبي. جينا وشفنا هذا البيت اللي ما فيه ابسط الامور، يعني واحد ما بيتخيل انه في عائله او اولاد يقدروا يعيشوا بهيك شروط وهيك جو. طاولة أكل ما في، تخت ما في، مغسلة ما في، تواليت ما في، شرايط الكهرباء وين ما كان ما فيهم يشرقتوا، بلاط ما في، على البيتون عايشين، دوش ما في، كيف حدا بيقدر يعيش هيك؟ وبكره فكرنا إنه الولاد بدهم يكبروا، وين بدهم يقعدوا يدرسوا؟ كيف بدهم يدرسوا؟ قبل كنتش تقدر تنام، يعني كانش في تخوتي، جابوا لنا صفايات مثل التخوتي بيفتحوا، تغير علينا كل شيء، انبسطوا الولاد فيهم. كناش نقدر مثلا ناكل بالمطبخ، صار فينا جابوا لنا طاوله وكراسي نقعد ناكل بالمطبخ. نحن وقتها بنرمم بيت ما بيهمنا بس انه نحن حيلا رممنا وفلينا، نحن بنرمي البيت كانه بيتنا، لانه بدنا يكون حلو، يعني كل لامبادير، كل تابلو، كل كنبايه، كل كستان بنفكر في هيدا، لا بيلبقى هيدا، لانه نحن نعتبر انه هن بدهم لازم يكون فيه الوان، فيه فرح، لانه الاولاد بدهم يكبروا بجو فيه فرح. اولاد كثير مبسوطين بالبيت، عم بيناموا على التخت بتحسهم مثل مرتاحين، ما مثل قبل بيصير دهن وجعن. من خلال الترميم يلي عملته بسمة لهالبيت صاروا الولاد عايشين بمحل أأمن وأضمن لصحتهم. كل الأيام عم بيضلوا هلأ لأنه صيفية وكتير شوب، عم بيضلوا قاعدين بقلب البيت بأوضة القعدة يلي عملتها بسمة، زبطتها بالأي سي، عم بيكون عنا كتير تخفيف لمخاطر بفضل هالإعادة ترميم للبيت. عم نجنبهم القعدة على الطريق، المخدرات، يمكن استغلال الأطفال يشوفوا أشياء مشبوهة، وكمان الأمراض، يعني عم نجنبهم كل أنواع الأمراض. بس ما بتهتم مش بس إنه بس ما هي رممت وعملت ديكور للبيت، بس ما بتفكر بأدق التفاصيل، عملت لهم علاج للصراصير والجرادين، اجت شركة بترش مرتين خلال ترميم البيت، بنرش على دفعتين، بعدين بيجي عمال نظافة مختصين تيكونوا عم بينظفوا، ما يضل في مخاطر على صحة الأولاد تما يتسمموا. فالبيت صار صحي من كل النواحي وأمن لهم الصحة النفسية والصحة الجسدية. كثير مرتاحين بهالبيت هلا زبطوا لنا إياه. بحس الواحد كان ببيت ما بينقعد فيه صار بيت بينقعد فيه. ترميم بيت الياس وسلوى بيجي بإطار عملنا ببصمة اللي هو ترميم العائلات المحتاجة، ونوصلهم للاستقلالية المادية المعنوية والنفسية من خلال المساعدات على كل الأصعدة. وهذا فخر لنا نشوف كل هالعائلات اللي وقفت بصمة حدهم خلال كل هال 15 سنة، وين كانوا الأولاد وين صاروا اليوم، عم يتخرجوا من جامعات وعم بيقدروا بفضل بصمة ومكتب توظيف بصمة يفوتوا على أحسن شركات بلبنان. مشان هيك فينا نقول إنه بصمة هدفها هو محاربة الفقر وكسر حلقة الفقر وبناء مجتمع أفضل، لأنه من آمل أن المجتمع
مكون من عائلات، وقت العائلات بتكون عايشة ببيئة سليمة وهي سليمة، المجتمع كله بيصير سليم. بعتبر انه كل الاشخاص ان كان متطوعين او البنك الاسكان اللي هو مول المشروع من اوله لاخره، يعني نحن لو ما هو ما كنا قدرنا نقوم بهذا، لانه يعني التكلفه كبيره. احلى شيء وقت فرشنا اخر نهار البيت هي نشوف الفرحه بعيون الاولاد، كيف فاتوا، كيف صاروا يفتحوا الخزانات بالمطبخ، فاتوا على الحمام يشوفوا مغسله اول مره، بركي بيشوفوا مغسله ببيتهم، يغسلوا ايديهم. يعني ما كانوا عم بيصدقوا هالتحول، يعني كيف كان وكيف صار. زقفة من عنا من الاستوديو عيون بيروت، واكيد تحيه لكل الايادي البيضاء يلي عم تساعدكم، ولكل المتطوعين يلي عم بيفرحوا غيرهم. هلا اكيد في ملاحظه حتى ببيوتهم عم بيقولوا انجاب كثير واوضاع اقتصاديه مترديه، هل بيكفي بس ما ترمم البيت؟ يعني اذا هندي بالفقر والعوز عم بيخلفوا، فكيف بالحرق اذا مرتاحين على الخوته وببيت مريح؟ قد ايه عم تشتغلوا على كمان يعني الشيء اللي له علاقه بالتفكير باللوجيك بالحياه؟ يعني نعم، هي بس ما من هيك طريقة تدخلنا هو خطة عمل متكاملة. يعني صحيح بنشتغل على الأمور الأساسية بالحياة، لأنه إذا ما أمنت لهم الأكل والشرب والتياب والعيش بكرامة ببيت في الحد الأدنى، يعني ما عم بتشت عليهم بقلب البيت، ما عم بفوت الجرادين، عندهم تخت يناموا فيه، ما فينا ننتقل لنشتغل على الشق النفسي وشق التوعية. أكيد يلي هو أكثر شيء بياخذ وقت وله حيز كبير ببصمة، لأنه هدفنا النهائي هالعيال تتأهل على الصعيد الاقتصادي والمعنوي والنفسي من خلال دورات تدريبية، أنشطة توعية للأهالي، للأمهات، للرجال كمان، للبيات وللأطفال، لنجنبهم كل هالمخاطر، لأنه الفقر هو سلسلة فيها كل أنواع المشاكل، من مخدرات، من دعارة، من إنجاب مثل ما قلت بطريقة مش مخطط لها، أو أيام بيقولوا بالغلط بالدارج، يعني لأنه مش هينة أبداً بهالأيام نجيب ولد ونقدر نربيه. يعني كتير تعيس بس عم نفوت على عيال عم نلاقي أولاد عم تنام على الأرض، ولاد حافية ما عندها بوت، ما عندها كوستيوم المدرسة، عم تروح على المدرسة الرسمية مع أبعة فاضية بلا جبنة بس خبز. يعني كلهم هن عائلات بصمة، وهدفنا لو العائلة طولت وأخذت وقت إنه نوصلهم لمحل يصيروا هن يعرفوا يصطادوا، هن يصيروا قادرين يوقفوا على إجريون، وبس ما تبقى كباك جراوند لألهم كعائلة كبيرة. يعني هون بنعرف قد إيه الحالات عديدة، كيف بتختاروا الحالات وبالتالي تقريبا كم حدا صرتوا مساعدين؟ نعم، بس ما بتهتم بالعائلات اللبنانية المحتاجة، عنا أكيد يعني معايير للفقر بينزل لعند كل عائلة أخصائية مساعدة اجتماعية وأخصائية نفسية بتعبي استمارة مع العائلة للتأكد من حالتها ومن حالة البيت، وبعدين بتنحط خطة عمل لكل عائلة، خطة عمل معينة حسب كل حالة، لتوصل هالعائلة من خلال هالخطة العمل المهنية لمحل تكون مستقلة ماديا ومعنويا. كل سنة عندنا 200 عائلة جديدة بس ما بتهتم فيهم، نهتم بكل أفراد العائلة، بنعمل لهم أنشطة على كل الأصعدة. هلأ شفنا بروجرام هو ترميم البيوت، هذا واحد من كتير بروجرام، واحد من عدة بروجرامات اللي هن البروجرام الغذائي، بروجرام المدارس الليلية والتعليم، لأنه أكيد كمان إذا الأولاد ما علمناهم ما قطعناهم البروفي ما بنكون كسرنا
عملنا حلقة الفقر، عنا كمان مكتب التوظيف يلي هو بيتوج كل هالمسيرة انه نلاقي عمل لائق ثابت مع ضمان، ايام حتى مع اسيرانس، مع معاش ثابت لاحد افراد العائله يلي بيكون هو بوتنسيال اكثر شيء عم بتعاون معنا وقادر يعطي من طاقاته طيب هو يقدر يوقف العائله على اجرها، يصير هو معيل العائله. نعم. الصيانه كمان عن اوقات، مش اوقات، اغلب الاوقات عم بتقدموا غراض حلوين وجديد، ولكن الواحد بده يحافظ عليهم، فبالتالي هالشيء مكلف، بتضلكم متابعين الاشخاص لمرحله ما بعد؟ اكيد. نحن من بعد الترميم المنزل بيكون عم بيخضعوا لدورات تدريب على النظافه الشخصيه، كيف ينظفوا البيت، كيف يحافظوا على اغراضهم، حتى كيف ايام بادجت صغير من المصاري كيف يقدروا يديروه، كيف يستخدموه بطريقه ما يشتروا مثلا كحول، ما يشتروا اشياء ما بتفيدهم. كمان بنكون نحن من خلال الباكيه اللي بنوزعها شهريا، باكيه مواد غذائيه، مواد تنظيف، عم نساعدهم، لانه بالاول اكيد رح يكون وضعهم كثير صعب، بدهم المواد الاوليه ليقدروا، يعني ايام الاشخاص مش انه ما بدها تنظف او انه هن ما بدهم، بس ما عندهم الامكانيه يشتروا دواء تنظيف لحقه 2000 ليره والعده وكله على يعني على عم نروح بعضه. عند عيال الاولاد عم بغطوا الخبزه بحامض وياكلوا، هالقد الوضع بلبنان ماساوي. وهلا الحامض صعب لانه كثير غالي، يعني كمان الواحد يعني بيعطيها مثل، بس لو حامض حتى لو مش ظابط. التمويل كيف عم تقدروا تحصلوا عليه؟ وشغلات مكلفه، يعني عم نحكي كل شيء له علاقه بالعمار وبالادوات الكهربائيه، هذا شيء غالي مش رخيص. بدي اتشكر كل الايادي البيضاء يلي ساعدتنا، لانه بصمه اكيد لوحدها ما بتقدر تعمل شيء بلا دعم. اول شيء بدنا نشكر مصرف الاسكان يلي هو قدم تمويل كل هالصيانه والتصليحات والاغراض يلي شفناها، كمان شركة البناء يلي قدمت لنا مواد تكمن، بدنا نشكرهم. بدنا نشكر تكنو شيد يلي قدموا البرادة، جراند هيلز يلي قدم لنا العفش يلي شفتيه عم بغير عفشه، قدم لنا عفش. بدنا نشكر كل الايادي البيضاء يلي ساعدتنا، حتى المتطوعين يلي ساعدونا. اكيد بصمه لوحدها ما فيها تكمل، ونحن دائما متكلين على هالايادي البيضاء. قد ايه عدد المتطوعين؟ واذا حدا عباله يكون الى جانبكم كيف يقدر يتصل فيكم؟ اكيد بصمه العصب الاساسي تبع بصمه هو المتطوعين. متطوعين ما فيني اقول لك عدد معين، لان نحن كل المدارس والجامعات بيساعدونا على مدار السنه، عندنا اعضاء الجمعيه اللي هن ثابتين، عندنا المتطوعين اللي هن مبلشين معنا كمان جديد. كل شخص بيرغب بالتطوع فيه يتصل فينا على 01-393-077 بخلال ايام الاسبوع بين 9 و 3، ونحن بنقول لهم شو البروسيجر يلي لازم يتبعوه. لشو انتم بحاجه اليوم؟ يعني كمان تكونوا واضحين اكثر، هل العنصر المادي اكثر ولا عنصر البشري اكثر؟ يعني الاثنين قد بعضهم اذا بدك، لانه تمويل لوحده بلا اشخاص تساعدنا على الارض ما بيكفي، وتمويل وما عندنا يعني عناصر إنسانية كمان ما بنقدر نكمل. الاثنين قد بعضهم لنقدر نفيد عدد أكبر من العيال، لأنه لبنان بأزمة كتير كبيرة، خاصة بأزمة الحروب المجاورة. البنك الدولي متوقع أنه يزيد الفقر بنسبة 25%، ونحن على الأرض عم نشوف وضع كتير أسوأ من 25%. بحاجة لكل شيء، يعني كل الجمعيات بحاجة، وبس ما كمان بحاجة للناحيتين. نعم. وين أنتو أو وين وزارة الشؤون الاجتماعية منكم؟ هل في تعاطي مع بعض الوزارات المعنية؟ لأن نعرف المعتر، يعني مثل ما ذكرنا، يعني منبلش عم نحكي عن البيت، عن التخت، عن النظافة، عن الكهرباء، عن كل هول، بس في أمور صحية متعلقة بالأدوية، بالأمراض، كله على بعضه. هل في ما بعرف تنسيق بيناتكم؟ بركي لحقتوا وقيتوا هالعائله اللي كثير معتره توصلوها لمحل مزبوط؟ اكيد بصمه لوحدها بالمجتمع ما فيها تعمل كل شيء. نحن بنشتغل مع العيال الفقيره مثل ما ذكرت، وعندنا كثير افات بالعيال الفقيره، يعني نحن دائما بنحول ودائما على اتصال بكل الجمعيات الحكوميه والغير حكوميه اللي بتقدر تفيد. لا هالعائله تقدر توقف على اجريها، يعني اذا عندنا موضوع مخدرات بنتعاون مع ام النور مثلا، اذا موضوع دعاره بنتعاون مع الجمعيات المختصه، موضوع لازم يكون في
بطاقه اعاقه بنتعاون مع وزاره الشؤون، يعني اكيد دائما بننسق مع كل الجمعيات ان الحلقه موجوده اكيد كلهم. والا لوحدنا ما فينا. والنشاطات المقبله كمان لنشوف هلا شو عم تشتغلوا، لشو انتم بحاجه، يمكن هلا الصوت بيوصل بشكل واضح. نعم، نحن دائما عندنا نشاطات. هلا عندنا نشاط ل 200 ولد بالبيروت سيتي سنتر، رايحين يقضوا نهار ينبسطوا. بتعرفي الولاد يعني يلي عايشين عادي عندهم احلام كثير اعلى من عيال من اولاد عيال بصمه، يعني اذا اخذناهم على المكتوم بنكون حققنا حلم كبير. صح. او على السنه يمكن لاول مره بيكونوا عم بفوتوا على السنه، فاخذينهم نهار ترفيهي ل 200 ولد. بعدين بايلول اكيد عندنا دخول المدارس اللي هو اخذ حيز كثير كبير ببصمه، لانه بنركز على الدراسه تنقدر نغير الوضع الاجتماعي كله بالحد الادنى مثل ما ذكرتي، بالقليل يوصلوا للبروفي او يلي هي اول حتى شيء. نحن هدفنا يقفوا البروفي، لانه اكتشفنا انه اذا سقط البروفي وترك المدرسه صار في تسرب وراح اشتغل باول فتره بيلاقي عم بيطلع مدخول، بس بعدين مع الوقت بالشغل ما بيترقى، بضل مدخوله واطي، بيرجع بيعمل عائله فقيره جديده. سو نحن هدفنا يقطع البروفي والترمينال ونوصله على الجامعه اللي هي بتكون بر الامان. صحيح، حكينا عن كثير من النقاط، هل نسينا شيء قبل ما نتشكرك؟ في شيء حدا ما بعرف لازم تحكي عنه او انا بحب اقول لكل شخص بيرغب يساعدنا اما يتبرع في فوت على ويب سايت بصمه www.basma.org، في عنا كل المعلومات عن التبرع اذا بحب يساعدنا، كمان في عنا معلومات للاشخاص اللي بتحب تتطوع. وبدي اتشكركم. نحن ما نتشكركم، وان شاء الله البسمه تبقى على وجوهكم تنعكس على وجوه الناس. ألن الخوري، اهلا وسهلا فيكي، وتحيتنا لكل الايد البيضاء وكل المتطوعين بالجمعيه. ومشاهدينا نحن وياكم بنتابع، يمكن هون في يوم حلو يوم مر عند بعض الاشخاص، ولكن الاجواء حلوه بالمهرجانات اللبنانيه وبشكل خاص بمهرجانات بعبده يلي رح نحكي عنها بالتفصيل بعد بريك اعلاني مع ساندرا اسمر وعبدو معتوق. خليكم برفقتنا وبتلاقيكم ريتا.